بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية الآن. محافظات الحدودية، في السنوات الأخيرة شفنا اهتمام كبير جدا من الدولة بالمحافظات الحدودية، توفير المرافق والخدمات، حياة كريمة ودخولها لكل مناحي الحياة في محافظات مصر واللي أيضا منها المحافظات الحدودية. سنوات طويلة حرمان من خدمات حقيقية، وخصوصا أن في طبيعة خاصة للقطاعات المختلفة داخل هذه المحافظات. لو جينا نتكلم عن الزراعة أو الصناعة، لو جينا نتكلم عن الحرف اليدوية، هتلاقي المحافظات الحدودية ليها طبيعة خاصة تمثل هذه البيئة. منهم محافظة مرسى مطروح. مرسى مطروح في الحقيقة بتتوفر فيها مساحات مطرية كبيرة بيتم زراعتها، وأيضا بيعتمد الأهالي هناك على الرعي بالنسبة للثروة الحيوانية، تتركز في الأغنام وفي الماعز. في طبيعة خاصة للتعامل مع المياه، أن يكون في حفاظ على المياه وتوافرها. كانوا محتاجين خدمات، محتاجين أن احنا نبتدي نتابع معاهم من خلال وزارة الزراعة إدخال نظم جديدة في الزراعة، توفير التقاوي، إدخال سلالات تقدر تتماشى مع الطبيعة بالنسبة للثروة الحيوانية داخل محافظة مرسى مطروح. وزارة الري أيضا قامت بمجهود كبير جدا، حصاد مياه الأمطار وإقامة السدود، حماية بعض الأماكن، ده اللي الدولة بتنفذه في هذا التوقيت. جنبا إلى جنب أنا شفت مشاريع مهمة جدا لصقل مهارات المواطن البدوي في هذه المحافظات، وأيضا المرأة البدوية، من خلال دعمهم في مشاريعهم البسيطة اللي هي بتبقى جميلة جدا ومعبرة عن البيئة، صناعات يدوية وحرفية، توفير معارض تكون فرصة لتسويق هذه المنتجات والتعرف على ثقافات أخرى وعرض نماذجهم الجميلة. أنا معايا على الهاتف المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة مرسى مطروح. برحب بحضرتك يا فندم. أنا بحب أرحب بسيادتك وبكل مشاهدي ومستمعي قناة مصر الزراعية. أنا بشكرك على تواصلك معنا، وبشكرك أيضا على المجهود اللي بشوفه في هذا التوقيت في محافظة زي محافظة مرسى مطروح اللي المواطن فعلا بقاله سنين محتاج خدمات بنشوفها النهاردة. استعدادكم للموسم الشتوي، وخاصة انت عندك الزراعة المطرية مساحات كبيرة، عندك محاصيل مهمة زي محصول الشعير، كلمنا عن الموسم الشتوي. هو في البداية بس بعرف سيادتك ان احنا محافظة مطروح هي محافظة بتعتبر من المحافظات النائية على سواحل البحر المتوسط، وهي بتختلف عن باقي المحافظات حيث بتعتمد على ثلاث انماط من الزراعة. عندنا في زراعه بتعتمد على مياه الامطار، في زراعه بتعتمد على الري الدائم، وفي زراعه بتعتمد على مياه الجوفيه وهي موجوده في واحد سيوة. بالنسبه لمحافظه مطروح احنا عندنا في حوالي 200,000 فدان بنزرعوا كل سنه شعير، وحوالي 18,000 فدان بنزرعوا قمح في منطقه الحمام ومنطقه كرة شباب الخارجين، وفي عندنا حوالي 10,000 فدان من 10 ل 15,000 فدان بنزرعوا قمح على الزراعه المطريه. في بداية من شهر 9 بنبتدئ بتوجيه خطاب لمعالي وزير الزراعة وبتكرم سيادته بتوفير تقاوي مدعمة بنص الثمن لمزارعي مطروح، وده مساهمة من وزارة الزراعة ومن معالي الوزير وتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الوقوف بجانب المزارعين وبالأخص مزارعي الحياة المطرية، لأنها حياة صعبة وبتواجه صعوبات بالغة للزراعات الموجودة في محافظة مطروح. فاحنا بالتعاون مع الجمعيه المركزيه بنوفر التقاوي من وزاره الزراعه مدعمه، واداره التقاوي مدعمه بنص الثمن لمحافظه مطروح، وبيتم توزيعها على الجمعيات الزراعيه الموجوده بالمحافظه. طيب ده تم؟ يعني احنا انتهينا من توزيع تقاوي الشعير؟ احنا في النهايه يا فندم احنا خلصنا تقاوي القمح وزعناها الحمد لله، احنا جالنا 150 طن قمح وزعناهم على المراكز المطريه الموجوده اللي هو مركز الضبعه ومركز مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوه، وعندنا فيه باقي تقاوي الشعير ووزعنا منها شويه الحمد لله. ولكن هذا العام ظاهره غريبه جدا في محافظه مطروح، وهو التغيرات المناخيه الرهيبه الحاده اللي بتحصل في المناخ على مستوى العالم. محافظه مطروح يا فندم الى الان لم ياتي المطر بالشكل الكافي لكي يتم زراعه القمح والشعير في المحافظه في كل المساحات، ولكن اتى في بعض المناطق المتفرقه بالمحافظه وبكميات متوسطه وضعيفه جدا، مما سوف يؤثر على الانتاج هذا العام بالنسبة لمزارع الزراعات المطرية. طب أنا عايز أسأل سؤال، طبيعة الزراعة المطرية بتبقى إزاي؟ يعني هو بيستنى هطول الأمطار ولا بيبقى وضع البذور الأول؟ يعني هو بيستنى بعده
هطول هو يا فندم لطبيعه الارض الكالسيه الموجوده في محافظه مطروح، الارض جيده شويه عن باقي الدلتا وزراعات الدلتا. بيتم الاول بنستنى اول مطر بينزل في المحافظه، بيكون مثلا في شهر 10 وبيبدا الحرث بعدها، وبعدها بيتم زراعه تناول القمح والشعير عفير على الزراعات المطريه. طب احنا بالنسبه لوزاره الري كانت ابتدت معاكم في مشاريع من سنين اللي هي حصاد الامطار، علشان دي بتسند بعد كده في هذه المواسم. بالظبط. مستعدين احنا بحصاد الامطار ان شاء الله ان ربنا يعوض في الفتره القادمه. هو احنا فندم محافظه مطروح طبعا معروفه ان هي موجود فيها مشاريع دوليه، بدايه من برنامج الغذاء العالمي 2270، مرورا بمشروع البنك الدولي الموجود من سنه 94 ل 2004، الى مشروع الايفاد الموجود الان بالمحافظه. هذه المشاريع قدمت الكثير في مجال حصاد مياه الامطار، وايضا مشروع جهاز التنميه الشامله بوزاره الزراعه دكتور علي حزين اللي هو قايم بشغل كويس جدا عندنا في منطقه الرابع الوسطى في سيدي براني. بيتم تنفيذ عدد من الابار، هذه الابار بتخزن مياه الامطار عن طريق سقوطها في هذه الابار وتخزينها للاوقات الحرجه من العام وهي اوقات الصيف. والحمد لله يعني في بعض الابار فيها مياه ولكن ليست بالصوره الكافيه، لان طبعا كل ما المطر اتاخر بيتم السحب منها اول باول لشرب الانسان نفسه في الصحراء. فالمزارع هنا يعني يواجه صعوبات بالغه بالغه في مجال حصاد مياه الامطار وفي مجال الزراعه، وايضا اثرت بشكل كبير على الثروه الحيوانيه في محافظه مطروح. محافظه مطروح تمتاز يا فندم ب الاصناف البرقي، وهي من افخر انواع الاصناف الموجوده على مستوى الخليج وعلى ومطلوبه جدا في بلدان الخليج. ايضا نقص المراعي الطبيعيه ادى الى نظرا لعدم وجود امطار فادت الى نقص المراعي الطبيعيه، كل ده اثر بالسلب على تعداد الثروه الحيوانيه الموجوده في محافظه مطروح، حيث كان يبلغ تعداد الثروه الحيوانيه في محافظه مطروح سنه 86 حوالي 800,000 راس، الان وصلت ل 320,000 راس. ففي تدهور كبير جدا في الثروه الحيوانيه نتيجه لعدم سقوط الامطار في المحافظه، ونتيجه لاختلال وتغير المناخ على مستوى العالم، وبالنسبه للمدن العربيه ايضا اثر على الثروه الحيوانيه. عايز اسال سؤال لحضرتك، انا عارف ان عندكم محطه او اتنين بتستخدم لمياه الشرب في تحليه مياه البحر، صح؟ تمام. عندنا في محطتين موجودين، محطه موجوده في محافظه مطروح نفسها في العاصمه، وفي محطة موجودة في سيدي براني، وفي محطة في شرق مطروح. هذه المحطات يعني بالكاد تكفي لشرب البشر الموجودين في المحافظة، حيث الآن خط المياه النقل للمياه من اسكندرية إلى مطروح يوجد به صعوبات بالغة الآن لتوسعة الطريق حسب تعليمات فخامة الرئيس السيسي بضرورة توسعة الطريق من الاسكندرية إلى السلوم. يعني يشهد الان فشل يعني هو في مشاريع دلوقتي كبير. قائمه، وبالتالي دي مأثره شويه على خط نقل المياه لحين الانتهاء من المشاريع دي. بالظبط يا فندم، الخط فيه مشاكل شويه لانه بينقلوا الخط القديم فبيعملوا احلال وتجديد للخط الجديد، ففي ضغط كبير على المحطات، والمحطات غير كافيه الان لشرب البشر الموجودين. لكن احنا عندنا محطات اللي هي تحليه مياه البحر، موجود محطات تحليه مياه البحر، ودي تكنولوجيا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان هي لازم يتم توطينها في مصر عموما، لان دي هتبقى مستقبل مهم. انت احنا بنتكلم على محافظه. بالفعل يا فندم، احنا عندنا في حتى محطات صغيره بتعمل حوالي 400 متر في اليوم مكعب ميه محلاه، مركز بخصوص الصحراء بيتم تنفيذها الان في النجوع الموجوده في الصحراء عند المزارعين جوه، بيعمل لهم محطات صغيره حتى تساعد في تخفيف حده العبء من نقص مياه الامطار. ما هو ده اللي انا عايز اشيد بيه برضو، جهود مركز بحوث الصحراء ومشروعات التنمية الزراعية دكتور علي حزين، ان هم بيقدموا مشاريع بتخدم المواطن هناك، بتوصل له خدمة توفرها. كنا لسه فندم الاسبوع اللي فات مع دكتور علي حزين في منطقة الرابية الوسطى على بعد حوالي 50 كيلو من مدينة سيدي براني وبين السلوم وسيدي براني، نجوع داخل الصحراء، تم توزيع 70 طن شعير على المزارعين على القرى الاكثر فقرا حسب توجهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات معالي وزير الزراعه بضروره الوصول الى الاكثر فقرا، وتم توزيع حوالي 70 طن مجانا بدون اي مقابل من قبل جهاز التنميه الشامله على المزارعين. 70 طن، المشكله ان احنا في التوقيت ده مرتبطين، الري والزراعه مرتبطين بالتوقيت كمان، يعني
اي تاخر في هطول الامطار ممكن يضيع الموسم على المزارع. بالظبط يا فندم. حتى كمان احنا سيادتك وفرنا كمان تقوي المنطقه الغربيه العسكريه، يعني حتى توجيهات فخامه الرئيس بضروره استغلال الامثل لكل الاراضي الموجوده على محافظه مطروح، واستغلالها في زراعتها في المحاصيل اللي هي الرئيسيه مثل تقاوي القمح والشعير، لان سيادتك عارف ان دي محاصيل استراتيجيه وهامه جدا بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه. فتم توفير التقاوي للمنطقه الغربيه العسكريه حوالي 30 طن قمح للمنطقه الغربيه، وايضا حوالي 10 طن شعير. فانا بالمتابعه معاهم قالوا لي احنا زرعنا بعض المناطق وبعض المناطق لم يصلها الامطار، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالمطر، لان المحافظه فعلا في امس الحاجه للامطار. يعني انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سبحان الله العظيم. تمام. في كل تفصيله انت بتقوم بالمجهود اللي عليك، وربنا هو اللي بيكرم وبيوفق وبيرزق. بشكر حضرتك المهندس احمد يوسف وكيل وزاره الزراعه بمحافظه مرسى مطروح، يعني جهود بتقوم بيها الدوله. ولكن اكتر من نقطه مهمه جدا في حديثي مع المهندس احمد يوسف، ان انت بتتكلم على اماكن التغيرات المناخيه ابتدت تتصارع فيها وتيرتها، وابتدينا نشوف ليها تاثيرات سلبيه. التحول الى التكنولوجيا واستخدام جميع الموارد شيء ضروري جدا، وحتى ان كانت مكلفه في البدايه فالدخول في هذا الملف وهو تحليه مياه البحار امر لا بد منه للاستفاده ولتنميه هذه الاماكن اللي هي اساسا يعني لا غنى عنها للدوله المصريه. انت يكون عندك انتاج وعمل ومواطن واستدامه في الانتاج في هذه الاماكن. بتشوف عدد من المشاريع بتنفذها الدوله من خلال اكثر من يعني اجهزه داخل الدوله المصريه زي مركز بحوث الصحراء وجهاز تنميه المشروعات. الزراعه بتعلن عن الافراج عن 960 الف طن ذره وفود صويا ب 483 مليون دولار، وده اللي اعلنته وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، ان الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وانه خلال الاسبوع الماضي تم الافراج عن 84 الف طن من الذره وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار، والافراج شامله 32 الف طن من الذره بحوالي 11 مليون دولار، وحوالي 52 الف طن من فول الصويا بقيمه حوالي 37 مليون دولار، وايضا اضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار. انا معايا على الهاتف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. برحب بحضرتك يا دكتور طارق. دكتور طارق. يا اهلا استاذ سامح، واهلا بكل الساده مشاهدينك الكرام، كل عام وحضراتكم ومصر بكل خير يا رب. وحضرتك بالصحه والسلامه، وبشكرك على الجهد المبذول بصراحه يا دكتور طارق. ملفات مهمه جدا، وملف الدواجن او صناعه الدواجن من الملفات اللي بتهم المواطن العادي اللي بيتكلم عنها كل يوم، بيسال سعر كرتونه البيض بقى كام، الدواجن بكام، الاعلاف بقى المواطن يتكلم في سعرها مع ان دي ما تخصوش. فليه ملف الدواجن شهد في الاونه الاخيره هذه الازمات المتكرره بسبب الاجراءات او الازمات الاقتصاديه العالميه بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولا في نوع من الاحتكار؟ الملف ده ايه مشكلته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول اول استاذ سامح ان في بعض الارتفاعات مبرره ومنطقيه، وبعضها غير مبرر وغير منطقي. مصر دوله من دول العالم تتاثر بكل المجريات اللي تشهده العالم بالكامل. ايوه. وباكد تاني ان يمكن في الوقت اللي هي العديد من دول العالم المواطنين اللي فيها بتسافر عشرات الكيلومترات عشان تقدر توفر الماده الغذائيه، لا احنا هنا في مصر دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الزراعه وعد ان احنا مسؤولين دايما عن توفير المنتجات الغذائيه وعدم جفاف المنافذ التسويقيه ابدا، والحمد لله لغايه دلوقتي ده ما حصلش. الحمد لله. منافذنا التسويقيه مش هتفضى ومش هتخلى. يمكن احنا شفنا تحدينا ازاي وجابهنا ازمه كورونا وبعديها الازمه الروسيه الاوكرانيه، والحمد لله قادرين ان شاء الله. خلينا اقول لحضرتك ان يمكن كافه تكاليف مدخلات الانتاج ومصروفات التشغيل على مستوى العالم زادت وتزايدت بالفعل. برجع اقول تاني ان اي دوله على مستوى العالم لما بتتزايد فيها مصروفات التشغيل وتكاليف الانتاج بيتحمله في الاخر المنتج النهائي. لكن هنا الدوله المصريه شاركت وتحملت المزيد من الاعباء لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين، ونلاقي في حين ان بعض المواد زادت بنسبة تخطت ال 200% من تكاليف ومصروفات التشغيل، إلا أن المنتج النهائي عندنا زيادته يمكن ما تخطتش 15 20%.
ولكن هنا بقى ظهور القله من المستغلين والمحتكرين ده في كلامته. التنسيق التام ما بين معالي وزير الزراعه ودوله رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي تم الافراجات عن كميات من الخامات العلفيه وبالتحديد الذره والصويا، وديت اللي بتشكل السواد الاعظم في مخاليط الاعلاف سواء كانت الثروه الداجنه او الثروه الحيوانيه، مع اضافات الاعلاف بكميات تفوق بكثير احتياجاتنا. تمام. يعني لما نقول من خلال منتصف اكتوبر حتى اوائل ديسمبر تم الافراج عن 643 طن من الذره الصفراء، ده كان ب 231 مليون دولار، و 317 طن من كوست او من بذره الصويا ده ب 224.6 مليون دولار، وكميه من اضافات الاعلاف بحوالي 27 مليون دولار. يعني الكميه اللي تم الافراج عنها خلال الشهر ونص دوت حوالي 960 الف طن ب 483 مليون جنيه، ده يفوق عن احتياجاتنا. لكن زي ما قلت لحضرتك في القله من المستفيدين والمستغلين، والدوله المصريه لم تسمح على الاطلاق باي مستهتر او اي مستغل يرجعنا. ما هو النهارده يا دكتور طارق لما بيحصل ازمه الناس بتقول فين الدوله؟ والدوله اتدخلت وافرجت عن مدخلات صناعه الاعلاف وتحملت عبء كبير جدا في هذا التوقيت علشان يحصل استقرار. فالنهارده لما يجي اي محتكر او ارتفاع غير مبرر في هذه السلعه لابد ان يكون هناك تدخل فوري وحاسم. يمكن حضرتك متابع استاذ سامح، بالتوازي بتنزل لجان، تنزل لجان من كافه الجهات الرقابيه مع وزاره الزراعه مع جهاز حمايه المستهلك مع وزاره التموين مع الشرطه المتخصصه مع المركز الاقليمي للاغذاء والاعلاف، وبالتوازي بننزل على مستوى محافظات الجمهوريه على المخازن وعلى المصانع للاستوثاق والتاكد. طب هو في سعر استرشادي يا دكتور طارق؟ انا اسف، في حاجه انا عايز اعرفها. انا عارف ان انتم بتتابعوا ليل نهار مش عايزين حد يخزن. اولا التخزين هيعمل مشكله في السوق وهيعمل مشكله في السلعه نفسها، وفي ناس هتشتكي ويقول لك ده ابتدى يظهر عندي مشاكل بسبب سوء التخزين. لكن اللي انا عايز اساله النهارده لما الدوله دخلت هذه الكميات وقدرت ان هي يكون في نوع من الاعفاءات ومن التخفيف بالنسبه للرسوم اللي بتدفع او السماح، فهنا الدوله تدخلت ماديا يعني دعمت هذه السلعه، فالمفروض ان يبقى في سعر استرشادي، ان ما يبقاش التسعير جزافي بالنسبه لطن العلف علشان الناس تعرف تشتغل. هو زي ما بقول لحضرتك دكتور طارق، زي ما بقول لحضرتك جميع الاجهزه الرقابيه ديت بتنزل بالتوازي في وقت واحد. يمكن احنا بننزل على مدار الساعه وعلى مدار ايام الاسبوع وعلى المخازن وعلى مصانع الاعلاف للتاكد والاستوصاف من توافر هذه الخامات، وبنشوف هل الخامات الموجوده هي فعلا بتساوي توازي الخامات اللي احنا تم الافراج عنها ولا اقل. اي كيلو جرام واحد مخزن بنتخذ كافه الاجراءات القانونيه القاسيه جدا والصارمه حيال المحتكر زي ما قلت او اللي بيحاول يزود في الاسعار. بنشوف برضو الاخوه المستوردين لهذه الخامات، التتبع بتاع هذه الخامات والدول فين بالظبط واتباعت بكام. وزي ما انت حضرتك متابع يمكن الفترة اللي فاتت دي كان في تكثيف، وان شاء الله لا يزال التكثيف للمتابعات الميدانية والجولات الرقابية على انا عارف، وان شاء الله يعني مزيد من الجهد لهذا الملف، لانه هو ملف محتاج تنظيم من اول القاعدة حتى القمة، لان احنا بنتكلم على سلاسل كثيرة في هذا الملف لازم تساند بعضها علشان نحافظ على هذه الصناعة. بشكر حضرتك الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، ملف مهم جدا. واحنا لو جينا نشوف الغالبيه من المربيين هتلاقي انت بتتكلم عن المربي الصغير، الراجل اللي هو عنده عنبر ولا اتنين وبيشتغل، ممكن ننزل الارقام ونسمع من الناس دي دلوقتي. المربي الصغير، طيب الراجل ده بيشتغل ازاي وبيجيب الاعلاف منين وكان شغالين ازاي في الفتره اللي فاتت او من سنين بيشتغلوا ازاي؟ الناس دي بتاخد الاعلاف بالاجل من المصانع وبعد ما يبيع الدوره بتاعته بيسدد، يبقى ممكن ياخد الاعلاف وممكن ياخد الكتكوت المدخلات بتاعته كلها
بالاجل وشغال، فيجي عند مرحله التسويق يقول لك انا بخسر. فالكلمه دي لوحدها مقلقه جدا. طب الراجل ده هيسد اللي عليه ازاي؟ طب انت بتخسر ليه؟ طب الفرق ده بيروح فين؟ يقول لك اصل منظومه التسويق مش عادله، اصل السمسار بيضغط عليا. مش ده اللي احنا بنسمعه، وده اللي بيحصل على ارض الواقع على فكره. فيبتدي بعض المصانع يقول لك طب انا الراجل ده لما اديله المدخلات بتاعته العلف والكتكوت هضمن حق ازاي؟ ما يجي في اخر الدوره يقول لي انا ما كسبتش. فتحصل المشكله هنا، يقول له لا عايز تشتغل ادفع. فهتلاقي في ناس بتخرج من الدوره. فاذا ما كانش كل المنظومه تبقى منتبهة جيدا لطبيعة هذه الصناعة، صناعة الدواجن، عايزين نحافظ عليها. يعني أنا مش عايز أقول أنت بتتكلم على فرص عمل، بتتكلم على استثمارات، بتتكلم على أمن قومي غذائي، بتتكلم على بيض المائدة، البروتين الأرخص سعرا المفروض. فإحنا بنتكلم على منظومة فيها أعلاف، فيها كتكوت، فيها أدوية بيطرية، فيها مربي، فيها سمسار، فيها حلقات التوزيع او الرياشات او محل بيع الدواجن فرارجي. بتتكلم على النقل، ما هو ده برضه فرصه عمل، فيه سيارات نقل يوميا، هي دي شغلتها. فلما تيجي تشوف الجهود اللي بتقوم بها الدوله النهارده لادخال المدخلات لهذه الصناعه وتستمر الازمه، لازم يكون السعر عادل، لازم يكون في تسويق عادل كمان للمربي. الراجل ده والله لو اشترى العلف بسعره العادل ايا كان وقدر يبيع وحقق هامش ربح هيشتغل وهيكمل. انما مش بعد ما بيصرف في النهايه ما بيعرفش يلم فلوسه، وهو بيقول لك انا ما بعرفش الم فلوسي. حاج جهاد منين؟ حاج جهاد من احسن ناس، اتفضل. الله يخليك، انا عايز منك خدمه بس لله. فضل. عايز اشتري الجاموس الايطالي او البقر السمستال، قول لي بس اروح اشتري مني حته بس عشان هو انا مش عارف مكان بيبقوا فيه. حاضر، انت سيب رقمك وانا هتواصل مع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه وهكلمك تاني. انت عايز ابقار اللي هي المستورده علشان تزود انتاجك، او جاموس ايطالي. في 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 عندك اكتر من طريقه، في ان انت بتقدم طلب عشان تشتريها بالقسط، وفي كاش تدفع حقها وتاخدها. فانا هشوف لك ايه المتاح، وده بيبقى من خلال قطاع تنميه الثروه الحيوانيه، وارد على حضرتك. عايز تسال على حاجه تانية؟ يا رب يستر عليك. يا امين يا رب، بشكرك. حاج حسين من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا عندي شكوى بخصوص وزاره الصحه. اتفضل. دلوقتي الناس اللي بتتعالج بالقرارات على نفقة الدولة، الناس دي كنا الأول قراراتنا بتطلع بمنتهى البساطة. دلوقتي حطوا لنا خطوة جديدة لازم نعملها نتبهدل فيها. إيه هي الخطوة دي؟ إن أنا أروح أطلع لهم برنت بالتأمين الصحي إن أنا ما عليهاش تأمين صحي. هل هم عاجزين عن إن يكون في سيستم يربط بين المجالس الطبية وبين التأمين الصحي؟ هل هم عاجزين؟ اللي بيطلب منك الطلب ده في المجالس الطبيه ولا في المستشفى؟ في المستشفى الموضوع. في المستشفى اللي انا بعمل فيها قرار على نفقه الدوله. يبقى هو يعني في مشكله في المستشفى دي بس، لان لا 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 كل المستشفيات دلوقتي بتطلب البرنت بتاعك. هقول لك على حاجه. طيب ماشي، انا معاك للاخر. احنا لا يمكن عايزين سيادتك تجيب لنا حد من المسؤولين على الهوا. عينيا، بس انا عايز بس ابلغك حاجه سريعا. البرنت ده طول عمره بيطلع علشان ما يبقاش فيه ازدواجيه، ان الراجل ده بيتعالج على التامين الصحي ولا بيتعالج على نفقه الدوله، كده كده من حقه يتعالج، تمام؟ هو بقى ما تقفلوش يا جماعه يا عياري. من حقه يتعالج، اذا ما كان شغال وليه تامين صحي بيروح التامين الصحي هو اللي بيدفع. الراجل ده ما عندوش تامين صحي، قرار على نفقه الدوله عشان الدوله تدفع للمستشفى، تحول له. فموضوع البرنت ده ما هوش مستحدث. الموضوع ده موجود من زمان جدا، لكن الجديد بقى ان هو يقول لك روح اعمله لي من بره. ده لازم نشوف فين بالظبط، وعايزك تقول لي فين المستشفى، لان هنا دي المشكله فعلا. دي المشكله عند بعتونا. اقول لك اهو، دي عند الناس دي، مش في مش على مستوى الجمهوريه. انا عايز اقول لك على مستوى الجمهوريه دلوقتي ايه اللي بيتم. اللي بيتم ان المريض بيخش شؤون المرضى بيقول لهم انا معيش فلوس، طب هات صوره بطاقتك هنعمل لك القرار، وحسب الحاله وحسب خطورتها بيتم. اقول لك اهو،
اتفضل. اقول لك حاجه، اقول حاجه؟ ايوه انا سامع، اتفضل. بيخلونا نروح 33 شارع رمسيس اللي هو مستشفى ناصر. ايوه يعني العاجز لا يبقى احنا هنرجع، لا هنرجع، بس قول لي المستشفى اسمها ايه اللي فيها المشكله دي؟ معهد ناصر. مستشفى معهد ناصر بيبعتنا، والقاهره ومستشفى القاهره اللي في التجمع الثالث بتبعتنا، كلهم بيبعتونا نجيب الورقه دي. طيب هم ممكن يعملوا يدفعونا الرسوم ويكون عندهم السيستم دوت. كلامك صح، وبعدين ده من زمان بتتعمل كده، موجوده على السيستم. يعني دي مش اول مره بيقول لك هعمل لك برنت تاميني وانت واقف، مش لازم تقول له لا روح وبهدل الراجل ده ودفعه مواصلات وهو صحته تعبانه اساسا علشان يطلع الورقه دي. حاضر استاذ ابراهيم من الدقهليه، اتفضل. يا باشا استاذ سامي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه؟ حضرتك انت بتتكلم دلوقتي في موضوع ذات مهم جدا، والدوله بتبذل مجهود فوق العادي اللي هو لدعم مدعم ومنتجي الدواء. ايوه حضرتك، الدوله مدعمه العالم وتوفرت وتشكر ومشكوره، وفرت الاعلاف للمصانع. ليه المصانع ليه اللي عارف النهارده لحد النهارده جدعان كيلو بواحد وعشرين جنيه؟ رغم ان الدوله مدعمه، الدعم ده بيروح لمين؟ هل لاصحاب المصانع ولا اصحاب الشركات؟ المنتج بنفسه مش مستفيد منه بحاجه. يبقى انا يعني معلش حضرتك بيتكلم في موضوع ذات اهميه قصوى. ما هو ده نفس السؤال اللي انا سالته للدكتور طارق. ايوه انا قلت له انا دلوقتي الدوله اتدخلت ووفرت عمله صعبه و في سماح من رسوم كتير جدا. طيب المفروض ان ده مع حضرتك الدوله بذلت مجهود خرافي. الدعم ده بيوصل لمين؟ طب ليه ما بتحطش السعر على الشكاره؟ ليه ما بتعلنش سعر الطن العلف قد كده؟ ليه من دايما الدوله وزاره الزراعه ما تتدخلش وتحدد سعر الطن العلف؟ يعني قال له خلاص المستهلك يبقى عارف هو بيشتريه بكام. ما هو ليه هنا ما اعرف ان الدوله مسعرها ب 10، ما راح اشتريه مش هشتريها من 10، والا هبلغ عن اللي هيبيعه باكثر من كده. لكن انا بروح اقول لك انا جايبه بكده. صح، بشكر حضرتك. وده ملف مهم جدا على فكره. انت بتتكلم على بيوت مفتوحه من هذه الصناعة، بتتكلم على ناس هي دي شغلتها، باب رزقه. هو الراجل ده بينزل يا إما شغال في المزرعة، يا إما صاحب مزرعة، يا إما عربية نقل، يا إما الراجل ده بيتاجر في العلف، يا إما واحد بيتاجر في الأدوية البيطرية. والمستهلك نفسه وصناعة علشان تنجح وتوصل للمرحلة اللي انت وصلت لها دي بتاخد سنين. فاحنا يا ريت ننتبه لاهميه هذه الصناعه. الانتباه بقى هيجي منين؟ هتقول لي الدوله؟ هقول لك الدوله بتقوم بدورها، لكن احنا هنا فين دورنا في تنظيم هذه الصناعه؟ ما بنخليش بالنا من نفسنا. طول عمري لما كان في مشكله القطن اقول للتاجر اللي بيضغط على المزارع، الراجل اللي انت بتضغط عليه النهارده ده مش هيزرع القطن تاني، فانت هتيجي تشتري مش هتلاقي. وبقول كده برضو للتاجر بالنسبة للدواجن أو السمسار اللي هو جزء في هذه المنظومة ما نقدرش نستغنى عنه. خلي بالك وراعي مصلحة المربي المنتج. عايزين الراجل ده يفضل يشتغل، عاوزين العنبر بتاعه ده منتج على طول، علشان بدل ما يكون عنبر يكونوا اتنين. في عندنا الأخبار بتاعتنا برضو. مدير زراعة الشرقية، زراعة 270 ألف فدان قمح من إجمالي المستهدف 443 ألف. ده اللي قاله المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بمديرة الزراعة بالشرقية، إن زراعة محصول القمح بتحتل المركز الأول في المحاصيل الحقلية في محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجي هام منوها إلى زراعة 270 ألف فدان من محصول القمح من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها هذا العام وتقدر ب 443 ألف فدان. أشار إلى أن زراعة 42 ألف فدان بنظام المصاطب، 42 ألف فدان اتزرعوا بنظام المصاطب، وأيضا أن التوصيات التي أصدرها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة مع بداية زراعة المحصول والتوسع في زراعة محصول القمح بالمصاطب بالموسم الجديد لزيادة الإنتاج
دفعت عدد من المزارعين إلى أن يتجهوا للزراعة الحديثة وزراعة القمح بنظام المصاطب لزيادة الإنتاج، حيث ابتكرت طريقة زراعة القمح على المصاطب لمواجهة نظرة المياه والتغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية، لأنها يعني من الطرق التي تؤدي إلى تحسين الصفات المحصولية، وبينعكس ذلك إيجابيا على الإنتاج حيث توفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة وانتظام توزيع البذرة في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة. أيضا هي بتساعد على توفير وترشيد استهلاك مياه الري، وتساعد في زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريغ وتقليل منافسة النباتات لبعضها. مميزات كتيرة جدا احنا اتكلمنا فيها عن زراعة القمح على مصاطب. التأخير في القمح هيضر بالإنتاج، الالتزام بالسياسة الصنفية والالتزام أيضا بمواعيد الزراعة والمقررات السمادية، كلها عوامل تؤدي إلى نجاح الموسم. في عندنا مجهود بيتم من جانب الدولة للاهتمام بعدد من يعني نقدر نقول المحاصيل وتشجيع المزارع على إنتاجها زي النخيل وإنتاجه من التمور ودخول أصناف جديدة. ده هيكون مسار نقاشنا في الفقرة الحوارية بعد الفاصل.